السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكني وأقرات ميديا ما توحان لقيستي سعيد عبد الله الدني ومدحوينها مملكة الصوماليات بنتلان. سعدني هذا الكسيقوري ما هذا الكني ما نفلين نغندون كيو قدن بيي وهذا الكالي سمرنا يها وذا أما ميديا مدحضة دولة الفدرالكا بريهان دنبي بدلكي دادك يوتيوبر هذا أي ميقي سقاذين شرين وحامي يجي كلا وريغي مدحدي ومد الصوماليات الله سهل موراها مركو روحو كوسر ويني اقرات سنويدي وحنا كاعد سنوي مغالك ينا سيشير غريسو سيدو كلنا انا ليك سارتو مغالك ها إلا وين بليس انتا كدبنا وحكا عد سنيا انا ده فكرة ده دي عرق تدا ده حقو سي انو قلو داك تو صوب تو مهم بنو تهي عرق تدا ده انتا سكدب وحن مركو رئيس لدغي سندونا هذا الكا سعيد عبد الله الدني او مانتا ان فيلايو اني تهي مركي امساد ما قرنايو بل حاجة وصي بس غره دادو قرنيسي مرة بضم بالا ركزو جوابي ان ديني بينو ديجي سنينا كدبنا اركتدا ايا ينسي وذا چرا وقدي بنينا مركو هري ان دين اسلا اغنو هذا الكس وحان روا دوت كرير بنت لانا سفي عرمو شاقو ننكي كشقي وحان شقيني اخر كا وحاو يسوهم بادي بصور نقنايا صحوي وحان يشيق ايا وح أنا أقول إن أنا بنت لان كم مثلك أنا وآدمة هاي دولة ده وحي آد واستعماشة ضد كالصومالية ماشي أي كل يتان أو قبيل كا ورنتي إني حق ضو أي آد وجعشة هاي تاسو ضد كأندني وجرين قف مسؤول أه ومرحلة ده نجوا إنه قبيالات وقربان تو سوق أقصدهم كيل صنع الصور ده في وحي دعي رنتي وأنا سيقدر قديم يه يبقى جوي سين هدا قبل كي كوجري باليريو ده مركز قارك عادي فضو قارس عارك يا ده ده اللي كان كوب بحنا إنه دجال دعين وضد كوه يجيس فيه هاي كل عه وخطر كست أول جهني واتجرني سا دردارن كي قدم بيا وإذا صاحب هذا كلو سماري ده وانا عبت هاي بنتي لنا كل دردار باي هاي بنتي لنا وحنا الله مرنا يسن أقبلن نظام سوماليات أو إسرائيل كو أهين أو فدرال أه أو يحكم معامله يسو أو ترانس بالانس إنه يحكم درسته حرام بكتها واو وإن وحى سومالي مدى الشيء جاي وإن الميز كاسدور سارنت واقر سومالي نمو لغو أوركع سنة هدونا كو أو قيل هذا بدن بأو بلن بلن بدن هدونا أنا لو هذيك واقر تاي دتكي إن مسؤولين تو هالكجوا وحي دعي سدي تماتك حتى يصون نقطة وواحد أنا جوس بن إلهي مسؤول حان أودي رأي فرينا أتكينت بنتنا من لماذا هذا يقول كذا إن يتها أرين لما تعبتنا راد أنت سومالي فدرالة أو مد أنا إن لو سعيو إلا أي كإيمان يسأل الله صبره سعيد نيو أركت ذا هذا متنا تاجرنا مانتا مستيش على أيام تاجرنا، وميكروفون كان مانتن تاجرنا، مس ميكروفون كي شال به بونا إن لتاجره. سيدا عاد وض أكتهين سعيد دني، مركي مدحينها المدحين يكون ري وشوقي، هل كانوا هاد اللي تاجي ميكروفون كميكروفون بولا تاجنا. حسن الشيخ محمود، يوم مدح لحد شوكته، وحقيقه خلديهين بالشيء الصومالي ذوي أركسا. بل iskaga day maalintay soo baxayeen ee la dooranayay dad badan baa aanuuftoodi dub laqay dad badan baa la Soomaaliya hoggaamiyey ku dhacday qaar baa laha ilaahu nasiixi 4 sano sababtoo ah Xasan oo horo loo soo tijaabiyay ba ilaahay madaxweyne uga dhigay ilaahay ka sukoona ada sabab u aha Xasan inuu kursiga ku soo baxo oo codkaagi baad ugu shubto ku soo saartay adiga oo la dagaalamaya kii shalay أن ميكروفون كسيدا سلم إذا أوه هاي ستي كاغا دراني قبيالة هادا آشيغي سيلا ذاي مضحدا أن قبيالة بكاشا قينيسا سو ديغ أوش لقبيالة دكو كعيني سو إنتي إنتا دبراشات قادة تاي وبدلا وحي حتى أول لها الحمر دولك تاي كما آدن كعيني نو هاوي وكا عماد لهاي نو نينكا ندارود أن يلرهيد أو قرب الكسيو نينكا آد ريدي سيسي سو أمد صوماليات مچورة تيغ بقل كيبا sagaashan iyo sagaal ma isan taageersanayn dadka shacabka ah oo meesan rabin oo sidii la ogeeyay ee la arkay budna noo soo dhoweynay
ayo sida soo dhan ay dadku u rabaan soo umaad kaba ilana kursigaasan ka riday maad oran soo kursigi kama aadan ridin ki aad saartay haddana isla mikrofoonki inaad u qaadato ma saxda kula saa iska baabudlaan baa dunaysaa waa lagu soo duulayaa waxaas dadka lagu beer jilicsadaa hadalkii ugu dambeeyey ee xasan sheekh maxamuud ee ahaa mid la waadumaysaa iyo maamul maxaa la yiraahdaa ma samaysan karaan cod iyo qof iyo cod hadal meel waayey buu ahaayo kaliya waxaadee adanba gundahaaga dib ugu soo noqonaysa xasanka aad noo doortay uun ba hadalka kula hadlay billaah wuu ku khaldanaa cid ku soo taageeraysa cid ku soo boodaysa malaha khaladkii keliya ahaa xasan galayna ma intaasoo khalad buu galay hayeeshay khaladadiisaasoo dhan shacabka soomaaliyeed waa wax ilaahay baday ka sukoonaadu waad sabab u ahayd laakiinse lagaama filayn inaad noqoto aduu qofka ugu horreeya mikrofoonka u qaadanay atleast waxay ahayd labada sano hore inaad la socoto de ilaadaa noo keenay midda kale miiskan lagu goynayo go-aamada ee lagu wada hadlayo oo aad leedahay haddaana mudlan waxba kulahayn waxba yaanay ku darsan haddaana transparency ahayn si ay transparency u noqoto si ay wax walba u hagaagaan si inaad ugu miiskii tagta maaha ila ninkaa doorata kusoo ku fadhiya miiskii intaad tagtid ood cod ku yeelato ood aragto ood adigu dadkii influence ku samayso maamul goboleedyadii kale aad awood meesha ku yeelato ku tagto maxaa diidaya wixii qaldan inaad leexiso taas waxay ku muujinaysaa dagaal shakhsiyadeed baa meesha ka jira soomaaliya shalana dan looma wadin maantana dan looma wado markaad farmaajo wada ceydhsanayseena soomaaliya dan umaydaan wadin iyo shacabtoona maantana soomaaliya shacabtoona dan uma wadaan xaqiiqadaa taasa laakiin meeshaa waxaa taala dan shakhsiyadeed oo halkaa laga arki waayey micnaha mashalaad qaldanay mise maantaad saxan tahay keebaan kugu taageeraa aragtidaada keebaan makarafoonkaaga taageeraa midna ma taageeri karo sa waxaan arkaa labada jeerba inaysan dan soomaaliyeed meesha ka muuqanin qaladaadka madaxda hadda ay ku jirto dee kulli fitnin indhagada horta ka wadaada soo dooray mana ku taageersani laakiin shacabkii soomaaliyeed haddaad wanaag la doonayso daniyow tag meesha wixii qaldan gacanta ka qabo laakiinse soomaaliya soomaali baa leh weligeed mid bay ahaanaysaa qaar baa soddon iyo laba sano soomaalinimo ka carariya oo magaca xitaa ay gaadheen heer ay dhahaan magaca soomaali qofka laga maqlo carabka laga goynaya xaggay gaadheen ilaa iyo maanta soomaali baa loo yaqaanaa maanta xamar bay usoo kala hadaadumayaan soomaali meel ku kala tegaysaa ma jirto waa la ficiltami karaa xifaaltan waa jiraa waa wax walba oo layskula hadlo ilaahay baa qabaa'ilo iyo shucuub inaga dhaliyay laakiin haddana mid baynu nahay oo soomaali baynu nahay caasimadeennuna waa xamar oo cid ka tegaysaa ma jirto dastuurka iyo sharcigaasna haddii ay madaxda qaranka raacaynin wax aad awoodi karto samee haddaad khalad aragto khaladkaadu warta soo sax shalayba waad u awood badnayde oo awoodii bilan dad xamar geysi baad lahay farmaasha lagu kicinayaa haddana intaad awooddii isticmaasho waxay dowladda federaalka iyo madaxdeeda ku khaldan yihiin wax ka soo sax oo xamar tag laakiin waa dudayaa shacabkii uu iigu sacbiya wax lagaa yeelaya maaha shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay khaasatan dadka reer badlan waxaan leeyahay ku quus qaado dani ku quus qaado dani geed dheer iyo geed gaaban sooma kori inuu farmaajo meesha ka tuuro waa ku guuleystay soo dadaal kuma bixin xasan inuu soo saaro waa ku guuleystay maanta xaggee haddana noo wadaa maskaxda yara yar ma waalaysaadi maskaxda yaree shacabka miyaad waalaysaa xaggee noo wadaa hadda waxaad rabtaa shacabka inaad ku awarkacsod dani waa nuugu soo duulaya cidna nugu soo duulaysaa ma jirto cidina ma soo duuli karto haddii laisku soo duulina horeba loo kala adkaan waa soomaaliya kala adkaanaysa qoladooda soo difaacda way taqaanaa midlaana nabadeeda soo ilaashata way taqaanaa laakiin adigu jahwareerka intaad naga daysid soomaaliya kala tegina mayso meelay kala aadaysana male caasimadeedu taasay ahaanaysaa beri baa dan yaroo kale ka heshiinaysaa waxba dadka yaan laysu bahalagelin makarafoonkan aad sidataan intaad ummadda ka daysaan oo aad meel isugu timaadaan waxaan wax dhaama dadka ula imaada si guud baan bau sheegaya arintan waxaan wax dhaamo bulshada ha loola yimaado oo dadkan maalin walba gooni loo goosanayo kuwii 32 sano ugu sheekeynaya soomaali qofka laga maqlo carabka laga goynaya baa maanta raba inay dadka haddana ku shubaan xamar bimaadinay waxaan u dhaaminu weyni marka
سياسي شعبك الصوماليادو شعبك الصوماليادو سجود هانيد سياسي إنه دنتي صوتهم أوجي إنه دنت هذا وظل جنب بيابو ما بدع هذا مركا دنت هذا ونهرا وسيرة مركو حقه لصعدنا هالتاجر مركو حقه وصعدنا هكسورشين سنين مركو قبيل كولي ما ذنها التاجر مركو قبيل غلح كشيعنا هكسورشين سنين مر والبا ومسكح أودكين وحي أودنا ضدك الشعب كاهي هكو فوفانو صوبتو أم ملحن والهلا لكن الشعب محمان كرو ملحن وخلضمي كرتا لكن الشعب مخلضمي كرو سيدا دراد شعب تاجن أو أن العير عير ما مالنا حقا لولي عن سيد جد أي دبي الوضو مالنا حقا كلا لولي عن إنا إنه أهانا أيام مهمة سياسة أم في عنا يعني ودن وحنا كم بدلي كرو هذه لكن الشعب كيس النقطان من اللي قلي قنيا ومرنا حقا أوراعيا مرنا دبيش حقا أوراعيا ودن كاس ولقيس عجيس كم يستاجي وأنا ربك الصومالي حيستوي إني سو ودن وأين النقانا ما ضحى من الصومرتي أنا وحبيس كبدلي ما ضحى وحمان كرتا برينا ويتجي كرتا لكن سادقا مرنا حقا إن الوجود دي مرنا حقا الوجود دي مرنا قبيل كمدح الوجود فطو مرنا كاكل مدح الوجود فطو فوحنا شقينين وحرتشين يا مركا إني مدح ذا حد ديرتو السم مرنا يا مكرفون نظر سيدي يوتيوب برده هودا أي أنت وحنا سكدا يا نو سكرا وصدان خلت كأي كشران أي وحنا وحنا ما مض أولي مادان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.